كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بائع متجول يلقي بعفوية وشهامة ثمار الفاكهة داخل شاحنات مساعدات متجهة لإغاثة أهالي قطاع غزة، والتي مرت بمكان وقوفه في أحد الشوارع، ووقف بعض المارة يشجعون البائع وسط هتاف المواطنين بعبارات الدعم للسائقين المتجهين بالمساعدات. ولقى مقطع الفيديو تفاعلا كبيرا بعد تداوله بين رواد منصات التواصل الاجتماعي وسط إشادات واسعة من أهل غزة ومصر بشهامة البائع وبساطة مبادرته بإلقاء ثمار الفاكهة لإيصالها إلى أهل غزة ليمنحوها لقب الصعيد الجدع.